أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا اشترك اثنان في شركة عنان، فدفع أحدهما مالا والآخر مواد عينية، هل يصح هذا؟ عينية لا، يشترط أن يكون رأس المال من النقود، لأنه يعني لو أرادوا يحلوا الشركة يصير مجيد كل مقدار كل واحد. أما العروض هذا ما يمكن ضبطها ومعرفتها عند حل الشركة. نعم، يشترط أن يكون رأس المال من النقدين. نعم.